السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الإملاء المندرجة ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الرابعة مجال الابتكارات والاختراعات، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذن عنوان درس اليوم الألف اللينة في الأفعال. إذن ألاحظ وأكتشف، أقرأ النص وأركز على الأفعال فيه. إذا دعا المخترع الصغير جاد أصدقائه لإنجاز بحث حول أهم الاختراعات، قبلوا الدعوة وبدا الحماس على وجوههم، استعصى عليهم البحث، فتوجهوا إلى الخزانة الإلكترونية بالمؤسسة، وقضى كل واحد منهم وقتا في جمع معطيات حول الموضوع. إذا الأفعال عندي دعا، قبلوا، بدا، استعصى، توجهوا، وقضى. إذن لاحظوا معي، دعا به ألف لينة في آخر الفعل، بدا كذلك، استعصى ألف مقصورة، توجهوا وقبلوا هو رفيع المضارع، يعني كما كنقولوا هم توجهوا وهم قبلوا. إذن هنا كنسميوها واو الجماعة. هاد الالف ماشي اصليه في الفعل، فعل وجه او توجه ماشي اصليه في الفعل، وقبيلة ماشي اصليه في الفعل. اذا ولدي قضى الف مقصوره. استخرج من النص الافعال المنتهيه بالف ممدوده او الف مقصوره، ثم اكمل الجدول كما في المثال الى في الف ممدوده او الف مقصوره. اذا باش نتعرفوا على الاصل ديال الالف اللي هي مقصوره ممدوده، كنحولوه للمضارع، كنحولوه للمضارع. اذا اصبحت الالف ياء، اذا في الاصل الف مقصوره، واذا اصبحت واوا فاذا الاصل الف ممدوده. اذا دعا حرفه الاخير الف ممدوده. اذا الفعل في المضارع يدعو، اذا حرفه الاخير هو الواو. لدي كذلك كما قلنا قبيلوا هذه الالف الواو والجماعة. إذا الألف ماشي أصلية في الفعل. إذا بدا حرفه الأخير الألف، إذا الفعل في المضارع يبدو، إذا حرفه الأخير الواو، حرفه الأخير الواو. لدي استعصى هو فعل الحرف الأصلية ديالو هي عصا، إذا حرفه الأخير ألف مقصورة، إذا المضارع ديالو يستعصي، إذا الحرف الأخير الياء. قضى حرفه الأخير الألف مقصورة، إذا الفعل في المضارع يقضي، حرفه الأخير الياء. إذا باستثمار ما أنجزته في الجدول أكمل العبارات الآتية بما يناسب. إذا انقلبت الألف الممدودة في الأفعال الماضية إلى ماذا انقلبت؟ إلى ياء. انقلبت عفوا إلى واو. واو الألف الممدودة ليست مقصورة. إذا انقلبت الألف الممدودة إلى في الأفعال الماضية إلى واو. واوين بعد تصريفها في المضارع، إذا كتنقلب الواو ملي كنصرفوها في المضارع، بعد صرفها في المضارع كتنقلب إلى واو. وانقلبت الألف هنا المقصورة، ملي تعرفنا عن الممدودة إذا دابا المقصورة، في الأفعال الماضية إلى ياء بعد تصريفها في المضارع. إذا ماذا نستنتج؟ الألف التي تنتهي بها الأفعال والأسماء تسمى ألف لينة. دابا حنا تعرفنا فقط الأفعال، في حصة جاية إن شاء الله واحدة أخرى في إحدى الحصص غنتعرفو، وأنا ديجا حاطة يعني درس كيفاش كان تقلب الألف في الأسماء والأفعال ألف لينة. إذا الألف التي تنتهي بالأفعال والأسماء تسمى ألف لينة. حنا الأساس في الدرس هو الأفعال، ألف لينة في الأفعال. إذا الألف التي تنتهي بها الأفعال والأسماء تسمى ألف لينة.
ترسم الألف اللينة في الأفعال ألفا ممدودة. إذا ترسم الألف اللينة في الأفعال ألفا ممدودة إذا قلبت في المضارع واو. إذا إلى تقلبت النا في المضارع واو إذا فهي ألف ممدودة. ترسم الألف اللينة في الأفعال الثلاثية ألفا مقصورة، ألفا مقصورة إذا قلبت في المضارع إلى ياء، إلى ياء، إلى تحولت في المضارع إلى إلى ياء فتكتب مقصورة. إذا أطبق، أكتب الألف اللينة في الأفعال الآتية كتابة صحيحة. إذا دنا، يدنو، يدنو قلبت واوا. إذا رمى نحولها للمضارع يرمي، إذا ألف مقصورة قلبت ياء. سما يسمو، إذا قلبت الألف واوا إذا فهي ممدودة. استلقى، إذا استلقى ليس قبلها ياء، ملي كتكون قبل منها ياء فعل ماشي ثلاثي، ما كيكونش قبل منه ياء إذا كتكتب ألف مقصورة. إذا كان قبل منها ياء كتكتب ألف ممدودة. إذا روى يروي، إذا قلبت الألف ياء إذا ألف مقصورة. عفا يعفو، إذا ألف ممدودة. دائما نسند الفعل إلى المضارع وكنشوفوا الألف اش كتقلب وكنحكموا هل هي ألف ممدودة أو ألف مقصورة. وبالنسبة للفعل غير الثلاثي إلا ما كانتش الياء قبل الألف تكتب مقصورة، إذا كانت الألف قبل كانت الياء قبل الألف تكتب ممدودة. كنتمنى أن يكون مفهوم، هي ما وردتش في القاعدة ولكن هذه هي القاعدة في الفعل غير الثلاثي. في الفعل غير الثلاثي، الفعل غير الثلاثي مثلا ارتمى، استحيا، استدعى. إذا شنو قلت أنايا؟ قلت إلا ما كانش قبل منه الياء كيتكتب ألف مقصورة، إلا كانت قبل منه الياء كيتكتب ألف ممدودة. هذا في الفعل غير الثلاثي، إلا كانت ما قبلش منه الياء كيتكتب ألف مقصورة. إذا هذه القاعدة ديال الفعل غير الثلاثي، إلا كانت قبل منه الياء كيتكتب ألف ممدودة، إلا ما كانتش قبل منه الياء كيتكتب ألف مقصورة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.